بحاول اعدل. شايفين؟ شايفين الجرايد كاتبه ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ اتفضل يا سيدي اقرب نفسك. الدنيا كلها مقلوبه بسبب الرصاصه اللي انت بلدت بيها. رصاصه؟ ايه ده؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. لسه تعمل فيها جيمس بوند؟ اتفضلي. هتودينا فين؟ هتودينا فين تاني؟ اتفضلي يا عم الغامض. انتوا محسين احنا لو عرفوا مكانه وجانوا يقبضوا علينا. يا ابني ما هي الرصاصه بتاعتك دي هي الخطه اللي هيوصلهم لينا. انتوا بتبالغوا قوي يا جماعه. على فكره ده في الاول وفي الاخر كلام جرايد. فرقعه يعني يومين وهتروح لحالها. بسبب السسبنس اللي اخينا بيعمله دوت عمرها ما تروح لحالها. بقول لك ايه، فضيها سيره بقى، ما تطهرش النفسين اللي احنا عاملينهم. سيبها على الله. ونعم بالله يا عم خالد. بس انت يا عم كان لازم تاخد بالك شويه. يا ابني لو الحركه اللي عملها دي ما كانتش جرايد كلها اتقلبت عليها بالمنظر ده. ده ايه البروباجندا اللي عاملاها جرايد دي علينا؟ ما وراهمش غير سؤال واحد، من هم عصابه التسعه ملي؟ عناوين الجرايد تخض وبرامج التلفزيون شغاله رغي في الموضوع، بس هتعدي زي ما كل حاجه بتعدي. صح، يعني ما كانتش حته رصاص. خلاص يا عمنا اتفقنا كده، تمام، نتقابل ونخلص على طول. بس اسمع، الفلوس فوري. لا يا عمي، لا ربعها ولا نصها، جاهز نخلص كده. تمام، ماشي يا حبيبي. استنى مني الو. سلام يا حبيبي. سلام. الشاي طال. بقول لك يا بنت زينه، عايزك في موضوع. خير؟ انا بنت نويت اتاهل، ايه رايك؟ بجد يا طلبه؟ يعني هتريحني منك؟ ما انا لقيتك يا بنت هتسيبيني وتمشي، قلت اشوف حد يونسني. خلاص سيبني بقى، انا اشوف لك العروسه اللي تعجبني وتدخل مزاجي. وريني شطارتك يا ست الخضبه. ماشي. البت كوثر بنت الحاج ابراهيم، بنت قمر كده وطويله وعريضه وتديك هبه وانت ماشي معاها. لا 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 بلاش البت دي، ابوها ما بينزليش من زور. طب مين البت؟ الهام، عارفها؟ اللي بنت الراجل العجوز ده. سيد الحصري، بنت كده قمر وشكلها هيفاء وهبي بالظبط. حلوه دي هيفاء وهبي، عشان لما انزل بيها الشارع الناس تتلم عليا. لا يا زينه، انا خلاص اخترت العروسه بتاعتي. مين يا طالبه؟ ما تقولي. ايه رايك في جهاد بنت عمك شحاته؟ سوسو؟ بالظبط كده، بنت غلبانه ومنكسره. ايه رايك في ذوق اخوكي؟ اشمعنى سوسو يعني؟ يعني بنت كده مننه وحاسس بيها، وبعدين القلب رايدها من زمان. بس دي كانت متجوزه قبل كده. هقول لك كوثر بنت البنوت، تقولي سوسو. بس عموما طالما انت عايزها الف مبروك، مش هقول لك حاجه. الله يبارك فيك. اسمعي بقى يا بنت زينه، اعملي حسابك انك هتيجي معايا علشان تخطبيها. من عناي. عايزك بقى وانت قاعده تقولي كلمتين حلوين كده وتظبطي اخوكي قدامها. ها، وانت هتبقى فاضي تسمعني يا اخويا. انت هتقعد بقى انت وهي تقول لها كلام حب والذي منه زينا وطلع. مش عارف، لما بشوف البنت سوسو دي جسمي بيتلبش. مساء الفل على حليب قلبي وياسمين حياتي. مساء الروقان يا حبيبي. بقول لك ايه؟ غمضي عينك. غمضي غمضي. اهو. اوعي تفتحي. مغمضة. عارف الحركات دي؟ ايه ده بقى؟ ايه الحركات دي؟ قولي لي ايه رايك فيك؟ مش قادرة أصدق، حبيب قلبي جميل قوي، ربنا يخليك ليا، تحفة. يا دبلة الخطو. خطوبة ايه؟ انت ناسي ان احنا متجوزين ولا ايه؟ ما يا حبيبتي ما لقيتش اي اغنية معمولة على خواتم الجواز، فقلت امشيها خطوبة كده وخلاص. خلاص اكتب اغنية للخاتم بعد الجواز. بجد يا ماجد انت شاعر ومنهوب، وانا نفسي كمان تهتم في الفترة اللي جاية ديت بكتابة الاغاني. حاضر ههتم، وهكتب اغاني هتكسري بيها الدنيا كمان. يا ريت يا ماجد، نفسي اعوض الفترة اللي فاتتني دي كلها. هتعوضيها هتعوضيها، وهترجعي ياسمينة نجمة النجوم. وعشان تعرفي يعني ان ورا كل مطربة عظيمة شاعر عظيم زي حالاتي. يبقى انا مستنيه منك بقى اغنيه حلوه جميله بمزاجك الرايق الحلو ده. عشان بالي يروق بقى، انا في طلب كده عايز اطلبه منك. عايزك تروحي لسطوحي
تفسخي عقدك معاه. حاضر، نروح سوا وخلص الموضوع ده وننهي القصة. لا، أنا عايزك تروحي لوحدك. وليه لوحدي؟ عشان يعرف إن القرار ده قرارك أنتي، وإن أنا ماليش أي دخل فيه، وإني ما ضغطتش عليكي. وبعدين بصراحة سطوحي ده راجل رزل، وأنا مش عايز أحتك معاه في كلام عشان ما مدش إيدي عليه. أنت عارف إن القرار نابع من جوايا، بس هريحك وهروح لوحدي. بعد كده بقى عايزك تيجي عشان نشوف لنا مكان كده نقضي فيه يومين حلوين نتبسط فيهم. يا حبيبي أنا كل أيامي حلوة معاك وبيك. ربنا يخليكي ليا. انت ليه مزعلك كده؟ ايه؟ لا لا مفيش حاجة. لا في، وانت مش عايز تقول. اقول؟ قول يا رانيا. انت عشان مطربة رفضت اغنيتك تعمل في نفسك كده؟ انت صوتك احلى منها. انا ما بفكرش في موضوع الغنى ده دلوقتي خالص. ليه؟ ما ياما ملحنين كتير سبقوك بيغنوا دلوقتي. دي خطوة مؤجلة. اهم حاجة دلوقتي بس بالنسبة لي ان انا اصلح الموقف اللي حصل ما بيني وما بين ياسمينة. بعد كده بقى اشوف اذا كنت هغني ولا مش هغني. طب ما تضايقش نفسك، سمعني حاجه وعايزك تغني. مش في مود اغني دلوقتي، بس ممكن اسمعك مزيكا. عرفت اشوفك. جرأة يا خالد، ما انا موجوده في الجامعه كل يوم، انت اللي ما بتجيش ومحدش عارف ليه. ظروف وابقى احكي لك عليها بعدين. المهم الفتره الجايه ما تبخليش علينا، اشوفك على طول. يا ريت والله يا خالد، بس هيبقى صعب قوي. ليه؟ ما انت قاعده ليل نهار على القهوه في وسط البلد، واللي هي جت علي. لا والله يومي بس مضغوط ما بين الكتاب اللي بألفه اليومين دول وتدريب السلاح في النادي. سلاح ايه؟ سلاح التلميذ؟ سلاح التلميذ يا ابني النشان عندكم في البلد. البندقة بالظبط كده. الحكايه كانت بدات معايا هوايه كده، وبعدين بقيت بطله النادي، ودلوقتي داخله بطوله الجمهوريه. طب خلاص اجي معاك النادي. تيجي معايا النادي ايه؟ انت فاكرها سهله قوي كده؟ النادي يعني كارنيه، يعني فلوس كتير قوي. يعني وانت بنت زوات وانا الاهلي متسولين، ما هي معايا فلوس. المهم بس ان اعرف اشوفك على طول. انت عايز تسيبينا ليه يا نجمه؟ حد زعلك؟ لا لا حد زعلني ولا حاجه، انا بس هسافر اليومين الجايين ومش هبقى موجوده هنا. نعم تسافري؟ لا انا بيني وبينك عقد لازم تلتزمي بيه. يا حبيبي انا هديلك المقدم قبل ما افسخ العقد على طول. لا مقدم ولا مؤخر، مفيش فسخ من الاساس. يعني ايه سطوحي؟ يعني دخول الكباريه مش زي خروجه. دلوقتي بقيتي نجمه وليكي معجبين كل يوم بيجوا يتفرجوا عليكي. يجي يسالوني ياسمينة راحت فين، اقول لهم ايه؟ سابتني وسافرت؟ دول يضحكوا عليا. بس انا يا حبيبي مش هكمل معاك غصب عني. وانا بيني وبينك عقد، لو ما نفذتهوش هحبسك. ايه ايه ايه؟ تحبسني؟ انت بتقول ايه يا سطوحي؟ انت اتجننت؟ هبقى مجنون صحيح لو نفذت اللي في دماغك. طب حط بقى في بالك يا سطوحي اني مش هكمل معاك، والعقد كمان هفسخه يا حبيبي. وبصي بقى يا حبيبتي، من الاول ومن الاخر انسي، نجوم السما قرب لك يا نجمه. راح فين يا حد؟ راح لابني. ابنك مين؟ ابني ماجد اللي متجوز المطربة ياسمين. اهم دول مسافرين. ايه مسافرين؟ مسافرين فين؟ معرفش انا يا حد. طب والنبي يا ابني لو شفت ابني ماجد قول له امك جات لحد هنا وسألت عليك ونفسها تشوفك. يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا ام سوسو. استنوني يا حبيبتي. ازيك يا ست ام جهاد؟ ازيك يا حبيبي. الف مبروك يا سوسو. والله يا بنت وهنبقى اهل. هاتي بوسه. القمر ده. اهلا وسهلا. ازيك يا عروسه؟ اهلا اهلا، اتفضل. بص بقى يا ست ام جهاد، من غير كلام كتير ملوش اي لازمه، انا بنتك لازماني، ومن غير شنطه هدومها
وعلى سنة الله ورسوله. وماله يا حبيبي نقرا الفاتحة؟ ايه يما، انت عايزة تخلصي مني على طول كده ولا ايه؟ خير البر عاجله. احنا يا اختي عارفين كل ظروفكم وجاهزين بكفة شيء. من الإبرة للصاروخ، مش عايز منها أي حاجة. طب يا سي طلبة نتفق الأول. أنا من إيدك دي لإيدك دي. وبعدين يا ست أنا قلت لك كل طلباتك مجابة. عايزة بقى نعمل الخطوبة شهر اتنين تلاتة عشان نتعود على بعض، أنا ما عنديش مانع. وأنتوا لسه هتتعودوا على بعض؟ ده إحنا أهل. طالما بقى هتبقى مسؤول عني حبيت أقول لك إني هفضل أشتغل بعد الجواز. مرات أنا تشتغل؟ ليه يا سوسو؟ هتتجوزي خروف ولا إيه؟ معلش يا جماعة، أنتوا مش غرب، أنتوا عارفين يعني إن أنا ما حلتيش غير مرتبي اللي باخده من المستشفى عشان أصرف على أمي وأخواتي. مصاريفكم كلها طلب أخويا هيتكفل بيها. لا، لما يبقى جوزي يبقى يصرف علينا، طول ما هو خطيبي أنا هفضل أروح الشغل. الله 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 الله، جرايا سوسو والله، إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ يا ست الكلام أخده وعطى. الله، خلاص يا جماعة خلاص، تهت ولقيناها. تسيب الشغل ونقرب ميعاد الفرح. أنا موافق. يبقى نسمع زغروطة، سمعينا بقى. ايه بقى؟ ايه انت؟ ايه بقى الموضوع السري اللي عايز تتكلم معايا فيه؟ تعالوا اقولك فوق. ليه يا لؤي؟ في ايه؟ في ايه يا ماجي مالك؟ قلتلك ما بحبش الطريقة دي. انهي طريقة يا ماجي؟ الطريقة دي. وبعدين قلت لك كذا مره ما تعملش معايا الحركات دي يا لؤي. ماجي انا بحبك. انا كمان بحبك، بس ما ينفعش تعمل معايا كده في الشارع، وبعدين الناس رايحه جايه. عندك حق، ان المنطقه ضلمه يعني. بقول لك ايه، تيجي نطلع على البيت احسن اروق. ليه يعني؟ ما في 100,000 كافيه، ما نقعد في اي كافيه ونتكلم. تتغلبيني معاكي ليه بقى؟ انا برضو اللي هغلبك. هي الفكرة ان احنا نقعد نتكلم مع بعض ولا ان احنا نطلع البيت؟ الفكرة يا ماجي ان انا بحبك وعايز اتجوزك. بص، هو انت فاجئتني، بس بابي عمره ما هيوافق ان احنا نتجوز عشان احنا لسه بندرس. بابي؟ بابي مين ده؟ بابايا انا، بابي ماجي. وانا مالي ومال ابوكي؟ يعني ايه مالك ومال بابا؟ مش لازم يوافق؟ لا طبعا مش لازم يعرف اي حاجة. يعني ايه؟ مش فاهمة. يعني احنا هنتجوز من وراهم وبعد كده بقى نقول له؟ لا لا لا، انسى انسى، نو واي، استحاله طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ انت مش بتحبيني يا ماجي؟ بحبك، بس ما ينفعش، ما ينفعش نتجوز من وراهم. يا ماجي احنا نتجوز لغايه فتره صغيره، لغايه ما اكون مستقبلي، يعني اتخرج، اشتغل، اجيب شقه، كده يعني. طيب، طب فرضا دلوقتي انا وافقتك يا لؤي، لما نيجي بقى نتجوز قدامهم ما هيعرفوا من الاوراق ان احنا كنا متجوزين في السر. لا يا حبيبي، ده احنا هنتجوز عرفي. عرفي؟ مش تقول كده من بدري. امال انت فاكره ايه؟ ورقه كده صغيره مكتوب فيها ان احنا الاثنين متجوزين، هنطلعها وقت اللزوم ومحدش يعرف عنها اي حاجه. طب هو ده بيبقى جواز حقيقي؟ اه طبعا. بص، هي فكره بس ما وعدكش ان انا يعني ما وعدكش ان انا حوافق، بس اوعدك ان انا هفكر. ماشي. استاذ ماجد. ايوه. في واحده جت سالت حضرتك وقالت انها والدتك. امي جت امتى؟ امبارح الصبح. امبارح؟ ما قلتليش ليه؟ يا فندم دي اوامر الست، الست ياسمينه. ياسمينه قالت لك ما تقوليش ان امي جت سالت عليا؟ هي ما قصدتش يا فندم، هي قالت لي اي حد غريب وبطرقه او مشيه. طرقه؟ تطرق مين يا اهبل؟ امي. يا اوامر الست يا فندم. اوامر الست ايه؟ اوامر الست يا ريت يا قلبي تنحن
وتغيب من بين دول عينيت يا عيون تجي في يدفيني بدموعي هتفيني بدموعي أنا اللي شقيت بجهلي لما الطمع تجاهلي ورجعت خلاص يا أهلي بس اتأخر رجوعي بس اتأخر رجوعي. أنا سارة عبد الفتاح اللي كان كلم حضرتك عني ناجي. هو فعلا كلمني، هو كان قال لي إن أنتي كنتي بتمثلي في مسرح الجامعة. أه فعلا دي حقيقة، بس دي حاجة على قدنا كده يعني، اصل بصراحة كده يا أستاذ أنا نفسي في فرصة أثبت فيها مواهبتي. لا من الناحية دي اطمني خالص، أنا بأكد لك إنك عندك موهبة جامدة قوي. يعني أنا بحاول. أنت عارفة إن حظك حلو قوي، إحنا فعلا أوريدي داخلين فيلم سينما قريب وفي أدوار شباب كتير. بجد؟ ده فعلا حظي كويس. أيوة بس أنت يعني لازم تعملي شوية تغيير، يعني لوك جديد وفورمة شعر جديدة وطريقة لبس جديدة، وقبل ده كله لازم تغيري اسمك. اسمي؟ طبعا اسمك، ما هو انت عشان تبقي سوبر ستار لازم يكون الاسم يشد، لازم كده يكون يعني في كاتشنج، يعني مثلا بدل سهى عبد الفتاح نقول سهى نبيل. اوكي اللي تشوفه حضرتك. حلو قوي، بداية موفقة، اصل انا احب الناس اللي تشتغل معايا يكونوا فاهميني كويس قوي. برافو عليك يا بطل، بقالك ربع ساعة بتمشي. لا ولسه هكملهم ساعة إن شاء الله. الله الله ما شاء الله عليك يا بابا، إيه ده؟ اللي يشوفك يديك 30 سنة. بس يا إيهاب لا يصدق. لا هيصدق، وخصوصا بعد ما يشوف نتيجة الأشعة والتحاليل. هو الدكتور قال لك إيه صحيح؟ الحمد لله طمني، وقال إن بابا بعد كورس العلاج الأخراني خلاص بقى زي الفل، ومحتاج عروسة جديدة يا ست الكل. إذا كانت تعليمات الدكتور أنا موافق. بلاش هزار أنت وهو بقى. الدكتور قال لك ايه صحيح؟ الحمد لله نتيجه الاشعه والتحاليل طلعت سلبيه. الحمد لله، ده انا كنت مشغوله على باباك اليومين اللي فاتوا دول قوي يا اياب. الحمد لله ان هو بخير، الحمد لله على سلامتك يا ابو ايهاب. الله يسلمك، بس سيبينا بقى من باباه وبابوه، خلينا في الافندي اللي بلط في الخط ده ومش عايز يفرح قلب ابوه وامه. طب استنوا لما تنقل مصر الاول. لا النقل ملوش دعوه، انا نفسي في الحفيد اللي اشيله وادلعه واهننه، وبعدين انت قلت ان اخرك في اسوان شهر. يعني في الحدود دي ان شاء الله. خلاص يبقى اول مشوار بقى نعمله ما ننزل مصر ان احنا نروح للعروسه ان شاء الله يا ابو وهاب. ها هكمل الساعه. يلا كمل. انت مأجر عجله. بقول لكم ايه انتوا الاثنين، انا مش عايز جنس مخلوق يعرف احنا ساكنين فين. انت يا حاج مرسي يا عاقل وانت قاعد على القهوه مع قلاضيشك ما تقعدش تسيح لنا على العنوان الجديد. وانت يا وانت واقف بالشبابيك يمين وشمال الستات دول تقعد تقول لهم احنا ساكنين فين. انا ما بحبش كده. انا عايز افهم، مش عايز الناس ليه تعرف طريق بيتنا الجديد؟ هو كده ياما. شوف يا طلعت يا ابني، انا مش هنزل من هنا واروح البيت التاني ده الا لما اعرف الفلوس دي كلها جبتها منين. ده انت لو بتلعب قمار مش هتكسب المكسب ده كله يا جناية. عايزين نطمن عليك. ماشي اقول لكم من الحشيش، بتاجر في الحشيش. ارتحتوا؟ اه انا كده اطمنت. ربنا يطمن قلبك يا ابني. وطالما انتوا عرفتوا بقى يبقى لازم تعرفوا ان احنا داخلين على ليله جديده ومحتاجه ناس جديده. انت يابا هتشتغل معايا وهتبقى راجل من رجالتي، بس لازم تقفوا جنبي الاول. انا داخل على فرح يابا. ربنا يا ابني يتمم لك بالخير. مبروك يا دنوي، مبروك. قلتي ايه ماجي؟ عايزاني ولا لا؟ اوف كورس يا لؤي عايزاك. يعني انت موافقه تتجوزيني؟ اوكي بس بشروط. يا ستي انا موافق على كل شروطك. يا سلام، طب ما تسمع شروطي الاول. طالما موافقه يبقى قولي اللي انت عايزاه. اوكي يا لؤي، نيفر توتش مي الا لما نتجوز رسمي. ماشي
مش هلمسك غير لما نبقى نتجوز رسمي. تاني حاجة، مفيش أي حد يعرف عن الموضوع ده حاجة. طب وصحابي اللي أشهدوا على العقد ويكتبوه، دول كمان ما يعرفوش؟ لا، لو جت على قد الاتنين دول ماشي، وبشرط تالت إن نسختين العقد العرفي يبقوا معايا. ماشي يا حبيبتي، أنا المهم عندي إن إحنا نتجوز وبس. على فكرة يا لؤي، أنا قلت never touch me إلا لما نتجوز، وما هتفكر إن أنا هسلم لك نفسي بعد الجواز. على فكرة يا ماجي، إحنا رجالة قوي وجدعان قوي وكلمتنا واحدة وما بتتغيرش. تعرف يا ماجي، أنت نفسك لو جيتي بعد الجواز العرفي دوت وحبيتي تسلمي لي نفسك كده يعني، أنا مش هستلمها. ايه يا ماجد مالك؟ من ساعة ما جيت البيت وانت اتكلمتش معايا ولا كلمة. مفيش حاجة، انا كويس. انت متضايق مني؟ انا زعلتك في حاجة؟ لا لا لا، مش زعلان منك، لا مفيش حاجة. طب ماجد، ما تقولي في ايه؟ انت ليه مش بتتكلم معايا وتحكيلي؟ امي جت لي لو سهلت عليا و مش موجود و سابت لي رساله انها عايزاني ضروري. رحت البيت، انا رحت لهم البيت. ورحت ايه اللي حصل؟ لقيتش حد. سابوا البيت، سابوا البيت. رحت اعرف هما راحوا فين، رحت اعرف هما عاملين ايه. السبب حبيبي هدي نفسك، اكيد مامتك هتيجي تاني هنا وهتسأل عليك. يا ريت يا ريت، بس انا عارف ان هو عندهم كرامه ومش هيعملوا كده. انا عارف، انا عارف انهم زعلانين مني، منهم الوحيد مش حاسس بيهم. أول مرة أعرف قيمتهم لما رحت البيت وما لقيتهمش. ما أنت يا ماجد أصلا. أنا إيه أنا؟ أنا إيه؟ أنا عيل عاق، عيل زبالة. سابهم، سألش فيهم، ما وقفش جنبيهم، ما كانش سندهم، ما كانش الراجل اللي هم مستنينه. اتقسيت عليهم، رميتهم. انا هي حبيبي، عشان خاطري، عشان خاطري ما تزعلش، وهدي نفسي. مرضيش افسخ مع العقد. ليه يعني؟ هو بالعافيه ليه بطلقة؟ مش فاهمة. اتكلمت معاه كذا مرة وحاولت بس مش راضي. طبعا مش عايز يفسخ عشان انت عارف ان هو بيكسب من وراه. وبعدين ما انا قلت لك تعالى معايا وانت مرضتش.
الحل ايه؟ الحل ايه؟ معرفش، انا اصلا متضايقه من ساعه ما جيت وما كنتش عارفه اقول لك ازاي. ماشي ماشي، يلا اتصرف. طبق فاكهه يستاهل بقك. جدع يا بنت زينة، انا عايزك تهتمي باكل اخوك اليومين دول، اخوك بقى عريس. ها من عينيا يا عريس، فضي بقى في بقك. يلا قبل ما اشوف مين. الله حبيب قلبي طلعتي، وحشتني قوي يا زينة. انت كمان وحشتني قوي يا واد حبيب قلبي. تعالى بقى حماتك بتحبك. بتحبه ده ايه؟ يا كنت تعرفه اصلا؟ عم العالم زكا طال عليا النعمة. انا لو كنت جيت وما لقيتش العريس الجديد هنا كنت هزعل اخر زعل. طب اقعد اقعد يا ابو نسب، كل معانا يلا. خد يا طارق. تقوم يا برنس. دينا يا برنس. دينا رز حبيبة قلبي. عارف يا برنس، انا اسعد واحد في الكون النهارده، عليا النعمة، انا اسعد واحد في القاهرة الجديدة والقاهرة القديمة. بس مش اسعد مني، عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا العريس. بقولك يا كبير، انا كان رأيي بدل ما يبقى الفرح واحد يبقى فرحين. يعني اعمل ايه؟ اقسم الدخلة على يومين ولا ايه؟ طب ويا دي تيجي طيب؟ لا يا برنس، انا قصدي يعني زي ما هو فرحك انت على سوسو يبقى فرح انا كمان على زينة. تصدق يلا طلعت، انا ما عنديش مانع، بس الاصول بقى نعرف رأي العروسة الاول. شوف البيت، تصدق بالله ده اسرع رد شفته في حياتي. طب على الطلاق منها، لعازمكم انتوا الاتنين النهاردة على العشاء وعلى حسابي. ها ومعانا سوسو. يلا بينا. المكان الجامد ده يا واد يا طالع. عيب عليك يا ست البنات. انت عرفته منين يا واد؟ انا باجي هنا على طول اصلا. لا والله. والله شكلك جيت هنا مع بنت من ايام قبل كده، صح ولا لا؟ وبعدين بقى زينة. الله. الله في ايه مالك؟ ما تظلموهوش بقى، اكيد عارف الحكايه دي وعارف المكان ده من دليل التليفون. يا عيني عليك يا ابو الرواق. ايه العسل ده؟ لا بقول لك يا ست الكل، انا شايف الكبير كده من ساعه ما خطب وهو منعنش كده ومروق نفسه كده وسنه ضاحك. طبعا طلبه ده طول عمره مزاجه عالي قوي. يا قمر انت. يا عيني على الحب. يا عيني هتزحلق. الله اكبر. النهارده الخميس يا اخي، تبص جنبك مالك ومالي. خلاص يا عم بص جنبي. بص هنا. بقول لك يا زنت القلب، بص في الملازم اللي عندك دي، شوفي هتاكلي ايه. كل حاجه عندي، لحوم وجمبريات واسماك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده اكل انجليزي ده ولا ايه؟ ازاي بس يا ست؟ وبعدين بقى يا بنت انجليزي ايه؟ انت واقفه على عربيه فول. الله 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 يا سيدي الناس، يا عسل. بقول لك ايه بقى، المطعم ده كله تحت رجليك، اطلب اللي تطلبه، وكتاب الله لو طلبت كبده الديناصور هجيبها لك هنا بني، بس اكل عروستك معاك. ادي القول يا طلعت. شفت شفت انت واد مجدع ازاي؟ عموما انا مش هطلب النهارده، اللي هتطلبه سوسو انا دايس معاها فيه. انا عاوزه جمبري بس يكون جنبه. وانا كمان عايز جمبري ويكون جنبه. خلي الليله تبقى كلها فوسفور. ايه ده؟ لا حول الله يا رب. يا عم هي كانت حبكت النهارده. ايه لولو؟ طلعت. حبيب قلبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا برنس؟ ايه بتعمل ايه هنا؟ عامل ايه؟ انت اخبارك ايه بس؟ فهمني بس، كلمني. تعالى اقول لك على حاجه بس، تعالى اقول لك على حاجه. انت عامل ايه؟ يا عم اسمعني بس اقول لك بس. انت ما تجيش ليه انت بس؟ كلمني. يا لولو يا ابني. طيب اكلمك انا. يلا صباح الفل على عيونك يا قمر. طلبه عاوز امشي. في يا سوسو مالك؟ ما احنا كنا قاعدين كويسين وزي الفل، ايه اللي حصل؟ دخت يا اخويا، دخت ونفسي راح مني وعاوز ارجع. فجأة كده دخت وعايزة ترجع؟ ما انت كنت قاعدة بتضحكي قدام الناس. طب والاكل اللي انت طالباه والجمبري؟ يوه الجمبري والاكل ولا انا؟ والله انت حيرتيني معاكي. يلا يظهر ان ملناش في الطيب نصيب. ليه كده بس؟ اتنين جمبري
في لفه معانا. سلام. يا سلام. سلام يا عزم. بس يا ستي بس. السلام عليكم. يا ميكو. وعليكم السلام. في ايه؟ مالك؟ مدي وش كده ليه؟ الموضوع شكله كبير. في ايه يا مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ ياسمينة عندها مشكلة كده ومش عارف أعمل إيه. مشكلتي إيه؟ سطوحي مش عايز يفسخ العقد وخايف يعني لما ما تروحش الكباريه يعمل مشكلة. طب وأنت إيه علاقتك بالموضوع ده؟ دي مراتي في كنفي يعني مشاكلها مشاكلي. يا دي سطوحي اللي مش هنخلص منه أبداً. طب وناوي على إيه يا سرومي؟ مش عارف. أنا قلت أجي لكم بقى نشوف هنعمل إيه. يعني أنت بتفكر في إيه يعني؟ أنا مش فاهم. عايزنا نسرق العقد؟ والله لو ما لقيناش حل غير كده اه نسرقه طبعا. هتسيبوني؟ مش ممكن يا ابني تبقى ثالث مره نسرق فيها سطوحي. انت مجنون. تشكر تشكر يا خال. يا دي سطوحي اللي مش هنخلص منه ابدا. طب وناوي على ايه يا سير امي؟ مش عارف. انا قلت اجي لكم بقى نشوف هنعمل ايه. يعني انت بتفكر في ايه يعني؟ انا مش فاهم. عايزنا نسرق العقد؟ والله لو ما لقيناش حل غير كده اه نسرقه طبعا. هتسيبوني؟ مش ممكن يا ابني تبقى ثالث مره نسرق فيها سطوحي. انت مجنون. تشكر تشكر يا خال. بس ايه هو ده الواجب بتاعك معايا؟ صاحبك في مشكله ترد عليه تقول له كده؟ بصراحه اللي عنده حق. العواطف دي اللي هتجيبنا ورا. وبعدين احنا عايزين نلم نفسنا شويه. الجرايد مالهاش سيره غيرنا. جرايد ايه؟ بقول لكم في مشكله يا جدعان. هو ده الرد بتاعكم؟ بقول لكم اقفوا معايا اقفوا جنبي. انت عارف المشكله فين يا ماجد؟ المشكله كلها في التوقيت. يعني اليومين دول بالذات صعب قوي. صعب. توقيت ايه؟ انت لو اي حد فيكم جه قال لي عندي مشكله هقف جنبه ومش هسيبه. مالكوا فيها يا جدعان؟ يا فلوس غلطتكم ولا ايه؟ سلام. يا جماعه احنا شكلنا كان وحش قوي. مش عاجبك روح معاك معاه. هنعمل له ايه يعني؟ المشكله في العقد اللي بيقول عليه ده. يعني سطوحي اكيد مش شايله في اي حته كده والسلام يعني. اكيد في حته غريبه كده يمكن نوصل لها. استنوا استنوا انا ممكن يبقى عندي الحل. الحق سطوحي بيه ده الطريق مقفول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ شويه واحكي لي مين اللي عمل معاك كده؟ معرفش يا باشا. اشكالهم ايه اللي عندي؟ عيل لابس اقنعه كلها يا باشا ما شفتش حد. اقنعه؟ دول كانوا ناويين سطوحي واحتمال كبير تعرفهم. دول كانوا يقتلوني يا باشا وفي الاخر واحد خد رصاصه وحطها لي في جيبه يا باشا. رصاصه؟ دي رساله سطوحي وهي هي نفس الرصاصه اللي انا لقيتها في البيت. يعني العيال هم هم بتشك في حد سطوحي؟ اه يا باشا بشك. بس شك بس يا باشا. ما عنديش اي اثبات. بس متهيألي يا باشا هم دول عيال. طب اهدى كده وركز واحكي لي بتشك في مين وليه؟ يا جدعان مبسوطين. اعتقد ان اي حد خياله المريض هبت شويه دلوقتي. فلوسكم عندكم بالحق والمستحق. بقول لك يا نجم احنا معانا فلوس تكفينا سنه قدام. مش كفايه سنه. انا عايز فلوس تكفيني يجي 10 سنين قدام. مش وقتك خالص يا عم الامور. انت دلوقتي اتقل شويه كده. عايزين نركز في فرح طلعت الاول. النبي يا جدعان والنبي كل واحد يقرط على قرش ناته.
مش ناقصة أي مشاكل اليومين دول، ده فرح أخوكم. يس ده العقوبة. الله يبارك لك يا عم. إيه يا ميجو؟ مالك بقى؟ مش خلاص المصلحة قضيت ومعاك العقد؟ إيه اللي مزعلك؟ ماشي. أنا أخدت الجرشنات. يلا أنا هطير، عايزين مني حاجة؟ في إيه يا ابني؟ ما تقعدي راجل شوية. لا معلش، سيبوه يمشي. يلا طير يا مو. يلا. سلام يا دوم. سلام. سلام يا شباب. سلام يا ميجو. سلام. طيب. وأنا كمان لازم أطير. أصل عندي خروجة عائلية. الله يبارك له يا عم. صباح الفل يابا. العب قوي. أبو أنا عندك يا كبير. سلام. سلام يا غالي. هو ماله ماجد؟ ماله مش متظبط ليه؟ مش المصلحة قضيت؟ إيه اللي مزعله تاني؟ تقريبا كده عنده إحساس بالذنب بعد ما أهله اختفوا فجأة. ربنا يكون في عونه برضه. ومين ما عندوش مشاكل مع أهله بس؟ السيد مساعد وزير الداخلية لسه مكلمني دلوقتي بخصوص التشكيل العصابي بتاع رصاصة 9 مللي. يا ترى حضراتكم وصلتوا لإيه في تحرياتكم؟ يا فندم العصابة دي منظمة وعلى مستوى عالي جدا بالذكاء. حتى الرصاصة اللي بيسيبوها بيتركوا بيها رسالة معينة. الحكاية مش ناقصة والبلد على كف عفريت. أنا شايف يا فندم إن إحنا دورنا في الفترة اللي جاية إننا نكتشف الثغرات اللي العصابة بتسيبها وراها، وبالطريقة دي نقدر نمسك خيط يوصلنا ليهم. همتك بقى يا بطل. غريب يا فندم ان هم سرقوا نفس الشخص ده مرتين ورا بعض وكانه تحدي للسلطه. بالعكس يا فندم، انا شايف ان دي غلطه كبيره جدا من التشكيل العصابي وان هو ده الخيط اللي هيوصلنا ليهم. قصدك يا شريف؟ قصدي يا فندم ان انا شايف ان العصابه ما كانتش بالذكاء الكافي في السرقه الثانيه. لاننا كده عرفنا ان صاحب الكباريه اللي اتسرق كان مستهدف من ناس نقدر نقول ان في بينه وبينهم علاقه مشبوهه او على الاقل يعرفهم، وبالتالي فدي مش مجرد سرقه من ناس مجهولين، لا دي سرقه من ناس منظمين عارفين هم بيعملوا ايه، والا كانوا سرقوا اي حد تاني غيره. فعلا دي نقطه مهمه جدا. يبقى دورنا عمل تحريات كامله عن سطوحي وعن كل زبائن الكباريه في الفتره دي. ده مطلوب فعلا. بس انا شايف يا فندم ان الفتره الجايه لازم نكثف تحرياتنا عن الناس اللي كانوا موجودين قبل كده واختفوا فجاه، هو ده اللي هيوصلنا لخيط سرقك. شريف انا بكلفك بالمهمه دي، انت اللي هتتابع القضيه دي وده تكليف رسمي ليك يا فندم. ده شرف كبير جدا ليا. اشكرك يا فندم واتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظن سعادتك. انا واثق فيك يا شريف لانك بتفكرني بشبابي، كنت متحمس جدا زيك كده، لكن للاسف الحكايه بعد كده قلبت تشريفات. اتفضلوا. يا ناجي يا ناجي، ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، مش معقول كل ده افضل قاعده مختفيه عن الناس. بقول لك ايه، انا مش عايزه كلام كتير، بكره بالليل يكون اللحن الجديد عندي واتكلم هيثم يجي معاك. طب بقول لك ايه، هكلمك بعدين، بكره على ميعادنا. بونسوار يا باشا. طب ممكن حضرتك بس تهدى شويه؟ طب ما انا حكيت لك كل حاجه عنه. حاضر حاضر، مع السلامه. كنت فين كل ده وما كلمتنيش ليه؟ مالك يا حبيبتي بس متعصبه ليه؟ ايه يعني كنت قلقان عليا للدرجه دي؟ طبعا. كنت يا ستي بخلصك من المصيبه اللي كنت موقعه فيها نفسك. امسكي. يخرب بيت عقلك، ده العقد جبته ازاي؟ مالكيش فيه بقى، انت كان عندك مصيبه وخلصتك منها، غير كده ما تساليش. عرفت بقى انا بحبك ليه؟ كنتش اعرف ان العقد هيغير اخلاقك للدرجه دي. وحشتيني. يا سلام عليك يا سوسو. تعرف يا بنت الكلام معاكي بينسيني الوقت. انا من ساعتين واحد معدي عليا سالني الساعه كام، قلت له الساعه 5، وعدى عليا دلوقتي سالني كام، قلت له برضه 5.
لك ايه؟ يفلي دلوقتي اشوف الواد طلعت عايز ايه وارجع اكلمك. صباح الفل يا كبير. صباح الفل يا طلعت. ازيك يا ابو ناسا؟ مفيش احسن من كده. اقعد يا حبيبي. حبيبي. خير؟ عايز ايه؟ انا عايز تذكرتين. تذكرتين ايه؟ تذكرتين مترو اروح بيهم سانتا تريز. يا جدع بقول لك تذكرتين. تعالى هنا. تذكرتين بودره؟ لا تذكرتين ميد نايت. يا جدع تذكرتين اه بودره. وماله الحشيش يا ابني؟ ما انت خلاص ربيت زبون وامورك سالكه فيه. لازمتها ايه البودره بقى؟ يا جدع الحاجه دي مش لزبون، دي لواحد صاحبي. ومين صاحبك ده؟ يعني هي هتفرق معاك قوي مين صاحبي؟ اه تفرق طبعا. يا ابني كل خطوه محسوبه عليك دلوقتي. شغل الهبلولي بتاع زمان ده انا عايزك تنساه. يوه لواحد صاحبي اسمه ناجي، ارتحت؟ لا ما ارتحتش طبعا. ومش هقدر اديك راي. لازم نقول للكبير الاول، واللي يقول لنا عليه هنعمله. يا عم ما تعرضهاش كده قوي. ليه يا شمع هتروح لحالها؟ لازم نقول للباشا يعني؟ يا ابني بينا من غيرنا هو عارف كل حاجه. وانت فاكر ان احنا متسابين نبرطع كده براحتنا؟ ده ليه عيون في كل مكان. ماشي نروح للباشا. بس بقول لك هي تذكره بكام؟ لما تروح هتعرف. انت طلبتني يا مستر سطوح، خير في حاجه؟ خير يا حبيبتي، ده انا حتى مبسوط منك. سوسو ما بتجيش ليه؟ هي تعبانه شويه. اه تعبانه؟ واجب بقى نزورها ونشقر عليها وناخد كيسين فاكهه ونشوفها مالها. والله ما اعرف يا مستر هي ايه اللي تعبها، بس لما اعرف هقول لك. البنت دي مش ناويه تيجي تاني ولا ايه؟ برضه ما اعرفش. طب ما تعرفي يا روحي امك. حد حيشك؟ ماشي 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 هعرف وهقول لك. وتحاولي تجرجريها وتقولي لها مستر سطوحي عايزك في مصلحه فيها قرشين كويسين عشان ترضى تيجي معاكي. يعني ما افتكرش انها ترضى تيجي معايا يا سوسو، مش هتيجي هنا تاني. الله دي الحكايه فيها امه بقى. وانت عارفه يا سوسو البنت شافت لها شوفه تانيه في مكان ولا ايه؟ يعني حاجه زي كده. زوزو هتقولي اللي تعرفيه بالذوق ولا دي عنتر يفسحك؟ وانت عارفه فسحه عنتر. سوسو هتتجوز قريب، بس انا بقول لك عناوين، بس مش هفتن على صاحبتي. عنتر هفتن على صاحبتي. بص زي ما بقول لك كده، فاهم البنت اللي عندك اللي عامله فيها نجمه دي ان مساحه دورها مش هتكبر الا بمزاجي، وانا مزاجي بيقول ان حلو عليها قوي كده. يا عم زي ما بقول لك افهم، مفيش لكن. لا خلاص. يب باي باي باي. عالم بتستهبل، كل واحده عامله فيها نجمه وجايه تتشرط عليا. طبعا انا بقى لسه في اول السطر، بدري عليا قوي لما اوصل لمرحله زي دي. لا انت ما تقارنيش نفسك بحد خالص يا سو. سو؟ مش احلى من سوها؟ انت حاجه تانية خالص. انت اتراكتيف وبعدين عندك ابيليتي، وبعدين فيكي ميزه حلوه قوي ان وشك ملامحه واضحه. انا حاسس ان انا ممكن اعمل منك حاجه. ميرسي قوي يا استاذ. ده سيناريو الفيلم الجديد، واكد لك ان انت هتاخدي فيه دور كويس قوي، بس على شرط لازم تركزي كويس. اه طبعا فاهمه قصد حضرتك، يعني اذاكر الورق ده كويس قوي. لا مش بس كده، ده انت لازم تذاكريني انا شخصيا كويس، مش انا اللي هعمل الفيلم. اه طبعا اكيد. وانا ان شاء الله متفائل لك، انا حاسس ان انت هتعدي وهتبقي نجمه مصر الجديده او مدينه نصر. بس انا بقى حضرتك من الاسماعيليه. مش مشكله، انا هغير لك محل اقامتك. ياه للدرجه دي؟ طبعا، بس عشان توصلي لكده لازم تلتزمي بتعليماتي. اه طبعا يا فندم اكيد. لا بقول لك ايه، بلاش بقى موضوع فندم واستاذ وحضرتك والحاجات الرسميه دي، انا عايزك كده تبقي بسيطه معايا. احنا هنبتدي لسه، هيبقى في بينا عمل وشغل وتصوير وسينما وكده. طيب انا مضطر امشي دلوقتي عشان اروح اذاكر الورق ده في البيت. لا تمشي ايه، ده انا عايزك تقريه هنا قدامي عشان نتناقش في التفاصيل. يعني قصد حضرتك ان انا اقعد اقرا الورق هنا؟ طبعا، هنا المكان هادي وحلو ومفيش حد هيزعجنا ولا هيضايقنا، وبعدين يعني هنبقى مع بعض كده. لا بس انا لازم امشي، ما ينفعش والله يا استاذ خالص انت بتقوله ده. في ايه يا سو؟ ما تفوقي كده وركزي معايا.
قصدك ايه يعني؟ قصدي انك تفتحي دماغك بقى، في ايه؟ دي فرصه وجات لك لحد عندك، وبعدين مليون واحده تتمناها. لازم تفهمي ان في حكمه لمشوار النجوميه، بتقول ان مشوار الالف ميل بيبدا بقعده. لا بقى، يبقى حضرتك فهمتني غلط. انا يوم ما جيت لك المكتب كان قصدي ان انا امثل، مش قصدي اي حاجه تانية. ومين قال ان انت مش هتمثلي؟ طب ايه رايك بقى ان انا كنت هزودك 20 مشهد، وده عشان خاطر عيونك وبس. ويا ترى بقى ده مقابل ايه؟ من غير مقابل، او اعتبريها اي حاجه، مقابل انك تتعاوني معايا يا اختي. يعني ايه يعني؟ حضرتك ابعد ايدك عني. الله، ما تركزي بقى وفوقي شويه. بقول لك ابعد عني. في ايه؟ في ايه؟ صوت. ابعد عني. الا قول لي يا ابو ايهاب، القعده في اسوان احلى ولا في مصر؟ صلاح يا صلاح، انت مش معايا ولا ايه؟ بتقولي حاجه فوزيه؟ بقول حاجه، ده انت مش معايا خالص. ايه اللي في الجورنال شدك قوي كده؟ الستة ميلي. هي ايه الستة ميلي دي يا اخوي؟ عصابه اسمها الستة ميلي، كل جريمه سرقه بتعملها ما بتسيبش وراها غير رصاصه ستة ميلي، والجرايد كلها كاتبه عن الموضوع دوت. والبوليس لسه ما مسكهاش؟ لا لسه، بس على فكره البوليس مش ساكت، لان الناس كلها مراسل غير الموضوع دوت. سلام عليكم يا احلى اب وام في الدنيا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبي. عندي ليكم خبر هيفرحكم مليون جنيه. ربنا يفرح قلبك، خير ان شاء الله. قرار نقل طلع وهتنقل نيابه الجيزه بعد ما قدمت التقارير الطبيه الخاصه ببابا، وطبعا عارفين ان انا وحيد، هروح بيتنا ابو صلاح. الف مبروك يا حبيبي. ربنا يعلي مرادك كمان وكمان يا ابني. نيابه الجيزه؟ ده انت على كده بقى تروح للعصابه. قصدك عصابه الستة ميلي؟ سمعت عنها يا بيبو؟ الجرايد كلها مالهاش سلع غيرهم، بس هما يروحوا فين؟ مصيرهم يتمسكوا باذن الله. ربنا يحميك يا ابني، لحسن الدنيا اليومين دول مليانه بلاوي. احنا بقى مهمتنا ان احنا نخلص الناس من البلاوي دي. ربنا يحميك ويحفظك يا ابني. يا شيرو يا عمر حبيبي. يا شيرو ايه الاخبار؟ تمام. وحشتيني. ها قولي لي بقى عامله ايه؟ طمنيني عليك، احكي لي كل حاجه. والله لو كنت وحشتك كنت افتكرت اني ليك اخت وسالت عليها. غصب عني والله يا شيرو، معلش. على فكره مامي انا عليك قوي، وكمان انكل فؤاد. طب مامي ومن حقها تقلع عليا، لكن انكل فؤاد ده يقلع عليا ليه؟ يا لؤي يا وحش. حبيبتي يا مامي. حبيب مامي. حبيبتي يا مامي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كله تمام؟ الحمد لله. يعني يا وحش، لو ما كنتش اتصلت بيك ما تجيش تطمن علينا. سوري يا مامي، معلش الفتره اللي فاتت دي انا كنت فعلا مشغول شويه. اوكي اوكي، احنا هنسيب الشقه، هنروح كلنا بقى نعيش مع اونكل فؤاد في فيلته. فعلا؟ طب كويس جدا، يعني انا اقدر اجي اعيش في الشقه دي؟ ديفينتلي. ما انا علشان كده اتصلت بيك، قلت يبقى لك مكان، يعني على الاقل ابقى عارفه انت فين، بدل ما انت كده مالكش عنوان. نايس. اوكي يا مامي. طب انتوا هتسيبوا الشقه امتى؟ بكره، يعني محتاجين كده يومين عشان نظبط امورنا، وبعد كده جايز نروح الغردقه. ما تيجي يا واد معانا؟ لا 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 لا، عارفين انا. وانت يا شيرو انت هتروح معاهم؟ لا ما تشيلش همي، انا هقعد عند طنط شوشو. هتقعد عند طنط شوشو ليه؟ انت مش انكل فؤاد حبيبك برضه؟ لا مش عشان انكل فؤاد، عشان الدراسه. لا وانت دحيحه قوي. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا لؤي؟ انا كويس الحمد لله. اخبار الجامعه ايه؟ سيبك انت من موضوع الجامعه، وخلينا نتكلم في موضوع بيت بابا. عملت فيها ايه؟ شكلك مهتم يعني. انا ما كنتش مهتم بابويا يعني، مهتم بمين؟ اصلك ما جيتش المكتب عشان تتابع تطورات القضيه. ما جيتش لاني متاكد انك مش تعمل حاجه. قصدك ايه؟ عيب عيب يا لؤي، ما يصحش كده يا ابني. قصدي انت فاهمه كويس يا فؤاد بيه، قصدي ان ابويا غلط غلطه عمره لما وثق فيك وخلاك تدافع عنه. انا مش هرد عليك، لان لو رديت هرد رد قاسي. انت هترد ليه وتدافع ليه؟ ما انت خلاص خدت كل اللي انت عايزه. مش هطلع بره. يا برنس حبيبي. عامل ايه؟ بقول لك ايه، جبت لي الجرام اللي قلت لك عليه؟ بس انكس عشان انا عندي فرح دلوقتي ومعايا بودره في ايدي.
مالك يا دي؟ يعني انت اول مره تشيل مخدرات وانت رايح جايب الحشيش معاك وخلاص. يا عم ده حشيش، انما دي بيزا، يعني اوسخ من الجمره الخبيثه. تبهدلنا احنا الاثنين. خلاص يلا، في ايه؟ في ايه؟ انت هتسيح لي؟ بقول لك ايه، ده مش اعلى كيف؟ اه جربته؟ لا يا عم، حد الله بيني وبينه يا عم، ده ادمان بيودي صاحبه في فقر، ويا اما تخش السجن يا اما تخش مصحه، هو ده اخرك. يا عم فقر ايه بس؟ الموضوع مش موضوع فلوس، سيبك من فلوس، انا بس مخنوق شويه وعايز اشرب اي حاجه غير اللي احنا بنشربه ده. اتخنقت، عايز اطلع من الجو اللي انا فيه ده، تعبان مش مبسوط. ما علينا. بص يا عم ماجد، انا نصحتك وقلت اللي عليا وخلاص، بلاش البتاع ده. انت بقى يا عم عايز تعمل كده مع نفسك. استنى استنى بقى، دولي كده، سلم عليا سلم عليا حبيبي. عم العالم. طب حسابهم ايه؟ تمام بقى زي ما قلت لك، عرفتش انزل حاجه. طب بقى الكراريس والحاجه اللي اتفقنا عليها. قشطه يا معلم. ماشي ماشي، يلا سلام. سلام يا برنس. طب بقول لك يا جماعه، مش هتيجي عندي الفرح بقى تغني على ياسمينة؟ ياسمينة يا عم، اتكل على الله. اسمع مني بس، اتكل على الله. اخوك، معلش، ما انا عارف انك اخوك، اتكل على الله. زميلة. ماشي يا شقيق. انا اللي جايب الحاجة. لا حضرتك شريف باشا، يعني الامن والامان، يعني الشرطة والشعب في خدمة الوطن، يعني اجمد ضابط مباحث في جمهورية مصر العربية. ايه يا عم احمد، انت جاي تنقط في فرح؟ يا سعادة الباشا، شفتك فرح، والله العظيم الكلام ده من قلبي منفخ يا باشا. بصراحة كده أنا جاي لسعادتك عشان أعرف أي خبر جديد عن عصابة الستة ملي. عصابة إيه يا أخويا؟ عصابة الستة ملي؟ جرى إيه يا عماد؟ مش أنا اللي قايل لك الخبر بنفسي، قايل لك إن في عصابة بتسيب وراها طلقة عيار 9 ملي، قلب تاني 6 ملي، هتضحك العرمية علينا يا أخي. عموماً هبقول لك على أخبار حلوة إن شاء الله قريب. يا سعادة الباشا، أنا بعتذر عن الخطأ المطبع ده يا باشا، بس إن شاء الله يتصحح. بس بصراحة يا باشا، أنا مستغرب العصابة دي أوي، دول مستبيعين يا باشا، يسرقوا شخص واحد مرتين ورا بعض، وما الحرامية بقاش عندهم أخلاق. حرامية اتجننوا اتجننوا. طب تخيل يا باشا بقى لو نفس العصابة دي سرقت نفس الراجل للمرة التالتة، والله يا باشا ساعتها هيدخلوا موسوعة جينيز الأرقام القياسية. هيسمع من بقك ربنا، هيوفروا علينا بالطريقة دي مشوار طويل قوي يا عماد، بالذات إن الراجل تحت عينينا كويس قوي اليومين دول. بس أنا ليه يا باشا يعني شايف في عينيك كده أخبار ومخبيها على عمدة حبيبك؟ نعم يا عماد، بقيت تقرا العينين اليومين دول؟ يا باشا من كتر حبي فيك، من كتر حبي فيك بفهمك من عينيك، صدقني يا باشا. شكلك كده مسكت خيط جديد في القضية، صح؟ قريب جدا إن شاء الله هقول لك على كل حاجة، وخليك دقيق في معلوماتك. حبيبي مشتاقلك، تعبني كتير غيابك، ارحمني من عذابك، ليه القسوة ليه؟ ايام عدت عليا والدنيا ضاقت عليا، ارحمني وحس بيا، ليه القسوة ليه؟ ايه يا ناجي ده؟ مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ مش فاهم. احنا اتفقنا على حاجه فيها ايقاع، فيها حركه، فيها موسيقى، تشتغل في ديسكو، تعلق مع الناس، يترقص عليها، دي غنيها فين؟ ياسمينة، انتي مطربه، انتي صوتك حلو، انتي تغني، انا ملحن، انا احس كلام اكتر منك، وانا عارف ايه الفورم اللي يناسبك كويس. طب يا ملحن معلش انا بعتذر لك جدا، احنا هنعيد اللحن من تاني. لا نعيد اللحن من تاني يعني ايه يا ياسمينة؟ احنا شغالين على اللحن ده بقالنا حوالي شهر، وبعدين انا مع راي نادي، الستايل ده هو المناسب ليك. هيثم مع احترامي ليك انت وهو، انا اللي حدد ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعنيش. وانا بقى مش هعيد اللحن. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده يا هيثم؟ بصراحه يا ياسمين انا مش شايف اي مشكله في اللحن، وبعدين صدقيني التعديلات اللي انت عايزاها دي لو في مصلحه الاغنيه انا اول واحد بتحط له بالتعديل. بعتذر لكم جدا، طريقه الشغل دي بقى ما تناسبنيش. وانا طريقه الشغل دي ما تناسبنيش. السلام عليكم. هيثم انت شايف الطريقه؟ انا اسف، انا كمان مضطرهش. لا ده انتوا متفقين عليا بقى انتوا الاثنين، يلا في داهيه اجيب غيركم. تعرف لو البيت اللي قالنا عليه الباشا طلع في حته الا مش هقعد فيه ابدا. في يا زين، احنا هنعدل على الباشا ولا ايه؟ اللي هيقول لنا عليه هنعمله، احنا عبد المأمور. هو راجل اتاخر ليه كده؟ زمان على اصول اهو، وصل اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
اتفضل. انا جاي من طرف الباشا بخصوص البيت بتاع اكتوبر. اكتوبر؟ فين اكتوبر دي؟ دي اختي وشريكتي، هي بس عايزه تطمن ان المكان اللي هنسكن فيه في منطقه عمار مش هون. البيت في منطقه جديده. صحراء يعني؟ هنسكن في الصحراء يا طلبه؟ جرايه زينه يا بنت، اكتوبر دي بقت منطقه البشوات، سنتين وهتبقى احسن من زمان. يا اخويا بلا زمالك بلا ترسانه بقى، انا قلت اللي عندي وخلاص. يعني هتيجي تتفرجوا ولا اقول للباشا الناس فاكست؟ يا عم لا فاكست ولا ماكست، احنا جايين ان شاء الله وشاريين. الله ما تلاقيناها شويه زينه. خلاص يا اخويا ما اشوف اخرتها معاك، كلم الواد طلعت عشان يجي معايا. عناية تشرب يا عمنا. الله ده كشري وحلواني المودش ده حقومه الزيادة عكس زيادة. خصك حلوة الثانية يا كبير، هات معناها بقى. خدي. شكرا. شفطتك ورقيتك ورصيتك الشغل كله اهو تمام. ده ايه ده بقى؟ ده ورد زيادة، ده ولا ورد الرز؟ ده بتاعنا، ده بتاعك. وانت وده زميل على بيتك. مش عايز اطلع، ماليش نفس. مش عايز براحتك، اللي بياكل على درسه ينفع نفسه. مالك يا لول فيك ايه؟ سيبك منه، سيبك نفضيله، هو محبكه كده. مالك يا ابني في ايه؟ عايز رز بلبن؟ الكلب اللي اسمه فؤاد ده جوز امك؟ ما بحبش الكلمه دي يا ابني. مالك في ايه؟ ما هو اي حد في الدنيا بيتجوز امك بتقول يا جوز امك. انا ما بهزرش دلوقتي يا طلعت. الله في ايه يا لولو؟ مالك يا معلم؟ انا يعني شايفك متضايق قلت اروقك كده وافكك بكلمتين. مالك يا ابني؟ لازم اتقم منه، لازم ارد له كل اللي عمله فيا. انا كده ابتديت افهم الليله. الليله فيها شغل اكشن. لا بص بقى يا حبيبي انت وهي، انا اليومين دول ما ينفعليش شغل الافلام الكرتون دي. انا عندي فرح وعندي معازيم وعندي ليله وعندي نقطه. انا اللي مخليني بقول الكلام ده؟ انا اصلا ايه اللي مقعدني معاكوا اصلا؟ انا خلعوه. استنى بس يا طلعت، اهدى كده شويه لما نشوف موضوع لؤي. قول لي بس يا لول، انت بتفكر في ايه؟ الحاجه الوحيده اللي تكسر قلبه ان احرق كل الملفات اللي عنده في المكتب، كل القضايا بتاعته لازم احرقها. فكره بس ده يحصل امتى وازاي؟ يحصل دلوقتي، وازاي دي بتاعتنا كلنا. الله لؤي ده انت بتتكلم بجد؟ امال يعني بهزر؟ عايز تهجم على مكتبه؟ ولو مش هتيجوا معايا هروح لوحدي. انت بتتكلم بجد فعلا؟ لا بص بقى يا لولو، انت مش لوحدك في ظروف وحشه، احنا كلنا في ظروف وحشه، وما ينفعش تاخد قرار لوحدك في موضوع زي ده، هنخسر. يا سلام. ولما جه ماجد يطلب مساعدتنا كلنا عملنا ايه؟ مش وقفنا جنبه في موضوع ياسمين؟ جت علينا انا يعني؟ ممكن تهدى شويه يا لؤي، اهدى. احنا لا يمكن نتخلى عنك يعني، قول لي بس ايه اللي في دماغك واحنا هننفذ على طول، بس انت تهدى. لا مش كويس، انت كده بتأثر عمرك.
ستي انا مش هدمرك معايا لما هروح اتدمر هتدمر انا لوحدي. ايه ده؟ انا حسيت انا في دايره بلف فيها. انت كده ضيعت نفسك. ضيعت نفسي ايه؟ كده كده ضايع. كده ضايع. اطلع بقى سيبيني لوحدي بقى. فوق بقى اقعد اتكلم معايا، عايز اتكلم معاك. حاضر حاضر اتكلم انا معاكي. حاضر. رد عليا قول لي جبت الست ده منين؟ هقول لك بقى. هقول لك. حاضر. تعالي يا سوسو. تعالي. نورتي بيتك يا حبيبي. الله. حبيبي قلبي. تعالي يا سوسو تعالي. أحلى عرايس في بولاق تم وصلهم. مساء الخير عليكم. مساء النور يا أجمل وش في مصر، يا أحلى ابتسامة في مصر كلها. إزيك يا سي طلبة؟ وأنت يا طلعت عامل إيه؟ الحمد لله في أحسن حال. ايه اتعشيتوا من غيرنا بقى ولا ايه؟ الله، ودي تيجي يا عسل. اتفضلي اقعدي يا ست الستات. لا معلش عفوني انا اصلي متاخره ولازم امشي. ما تبوظيش القعده الحلوه دي يا سوسو. ما تقولي حاجه يا زينه. ما انا مش عارفه مالها من ساعه ما خرجنا وهي مساهمه كده وما بتتكلمش. لا ابدا يا جماعه، بس معلش تعبانه شويه. برضه هتتعشي يعني هتتعشي. يلا يا طلبه نحضر العشاء بسرعه. يلا حبيبتي اتفضلي. حبيبتي عايزك. مالك يا بنت في ايه؟ مش عارفة يا طلعت. خايفة. خايفة قوي. حاسة اني بعمل حاجة غصب عني. مخنوقة. مش طايقة. يا سوسو لازم تبطلي اللي انت بتعمليه ده خالص. يا سوسو ده انا اول ما عرفت انك انت اتخطبت انت وطلبة عملت نفسي مش عارف اي حاجة. بس انت لازم تنسي لو اي خالص وفكري في مستقبلك بقى يا عبيط. ده طول بدا تحطي في جيبك اسهل حاجة. عيش حياة نظيفة بقى يا سوسو. حياة نظيفة. ده اليوم اللي فكرت انضف فيه يوم حبيت صاحبك الواطي الندل ده. يا ليلة سودة. يا بنت بطل الحوار ده اللي انت بتعمليها دي. بعدين يا بنت هو مش عارف انك انت متجوزة قبل كده. مالك فيه؟ ايوه ما هو يلا العشاء جاهز. دول قاعدين بيتسامروا بقى شكلهم كده. ما تخف يلا طلعت شويه. بتقول ايه؟ مالك يا طلعت؟ مش على بعضك ليه؟ لا تعالى يا عم طول بقعد جنب خطيبتك، عايز تبوظ لها العشوه العائليه. وانا كمان اقعد جنب حبيبي القلب. طب اقعد انت جنب خطيبتك ومالكش دعوه بسوسو. ورينا يا عم طول بقى جدعانتك. ايه يا سوسو؟ مالك مش مبسوطه بالقعده معانا؟ انت في حاجه مضايقاكي مننا ولا ايه؟ ما تقولش كده يا سطلبه. طب اضحكي بقى اضحكي. عملتوا ايه؟ ما عرفناش نوصل لهم. كبير رحت عند بيت البت ياسمين اللي قلت لكم عليه. ربنا رحت بس لقيت باب العماره مقفول. اخبريه طبعا العيال دي مش هتيجي هنا تاني ولازم احنا اللي نجيبهم ومن قفاهم. عنتر تاخد الرجاله دي وتروح دلوقتي الصبح من نجمه تكون عندي. امرك يا كبير. يلا يلا يلا. يا سوسو يا حبيبي ايه الاخبار؟ كلمتيني انت امبارح اكتر من مره بعد ما نمت. كان في حاجه؟ ايه؟ سطوح سأل على عنواني؟ ليه؟ ما قالكيش ليه يعني؟ وانت قلتله ايه؟ اوعي تقولوا انا ساكن فين؟ زي ما بقولك اعملي. ماشي خلاص انت انا واثق فيكي. خلاص خلاص بقى اقفلي يا سوسو اقفلي دلوقتي. سلام. يا دي الورطه اللي احنا فيها. يعني انت كنت عاوزني في حاجه يا مستر سطوحي؟ ليه كده؟
دي فين؟ انا دايخ عليهم من امبارح. ما اعرفش. لا تعرف يا حلوة، قولي لي مكانهم فين بدل ما اقتلك. ما اعرفش. بص بقى يا حلوة، لو ما قلتيش مكانهم فين انسي اخواتك، هقتلهم قدام عينيكي. ابو سيدم الا اخواتي. يبقى تتكلمي بقى يا حلوة لو خايفة عليهم. هتكلم. ماشي يا حلوة، قولي العنوان، بس خلي بالك لو طلع العنوان ده غلط يا شاطرة هقطع خبرك انت واهلك. ايوه جاي. ايه انت نبت على الجرس ولا ايه؟ لا لا صلوا على النبي. هو نفس انت لوحدك هنا يا انت مالك لوحدي؟ انا مش لوحدي. ما بلاش الموضوع ده. فين الفلوس يا اخ؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي مخبيها لها راح امك. انتوا عارفين اللي انتوا بتعملوا ده اسمه ايه؟ عارفين يعني ايه تقتحموا بيت وتتعدوا على صاحبه؟ بقول لك ايه، خليك معايا هنا ولو مطول خلص عليك. اه يا ريس. بتستكردوني انا، بتغيروا فلوس مزوره في محلي انا، انا اللي طلع عن امي ومسحت بلد كباريهات مصر كلها لحد ما بقيت صاحب كباريه. يجي شويه عيال فرافير زيكم يضحكوا عليا انا. اولا احنا مش فرافير، ثانيا احنا ما عندناش حاجه. تضرب وقتلك وروح مات. اولا اقدمك على الكف. خالد اسكت. خلاص يا سطوحي، ما حصلتش حاجه لكل ده. فلوسك عندك هي، وانهي الكلام على كده. خلاص يا غالي، احنا المره دي نمشيها فرنجي بقى، يعني خد اللي انت عايزه، اللي يخصك من الفلوس دي خده وعادي بقى، كانه ما حصلش وما يتكررش. مالك يا بت؟ برضه مش عايزه تقوليلي مين اللي عمل فيكي كده؟ ما انا قلتلك ياما، وقعت وانا جايه في الطريق. وانا مش مصدقاكي. ياما سيبيني انام بقى، تعبانه. لا تنامي ايه، مش قبل ما تاكلي. انتي من ساعه ما جيتي ما اكلتيش ولا لقمه. ياما بعدي الاكل ده عني، مش طايقه اشم ريحته. لا يا سوسو، لازم تاكلي، مش هقعد اتفرج عليكي وانتي هفتنه كده. مالك يا بنتي؟ مش عارفه ياما، مش عارفه، دايخه قوي، بطني وجعاني، وديني الحمام ياما. تعالي يا بنتي. بنتي طمني يا دكتور، مش خير؟ خير. مبروك. مبروك على ايه؟ على البيبي اللي جاي في السكه. انت حامل يا مدام؟ حامل. انا مستغرب انت ازاي ما خدتيش بالك. دوخه، ترجيع. يا مصيبتي. انت زعلانه يا مدام، المفروض انك تبقي مبسوطه من هنا ورايح تاخدي بالك من نفسك. 3 شهور الاولين في الحمل، واهم 3 شهور. اعمل ايه يا ربي في المصيبه اللي انا فيها دي؟ انا مبسوط قوي. استريح، عمري ما كنت حاسس الاحساس ده في حياتي قبل كده. استريح. وانا كمان يا حبيبي استريح قوي معاك، بس كمان بحب اسمع الكلام الحلو ده منك. بس ده مش كلام، ده احساس، احساس جوايا عايز اطلعه. كلام ايه؟ أنا نسيت الكلام. السلام، ما عايز تقولي إن أنت نسيت الكلام خلاص؟ أنا نسيت اسمي أصلاً، كلام إيه؟ أنا ما بقتش شايف حاجة غيرك. والله بحبك. بس؟ وبموت فيك. بس؟ أنت بقيت طماع قوي. لا طب ما أنا طماع، وأنت عارف إن أنا طماع من زمان، عادي يعني ما فيهاش حاجة، شاب طماع. بس برضه بحبك. حبيب قلبي، تعرف يا ماجد في حاجات كتيرة قوي اتغيرت في حياتي من يوم ما عرفتك.
حاجات اتغيرت. طيب سين سؤال، ممكن اعرف ايه هي الحاجات دي يا هانم؟ اجاوب اجاوب ارجوكي. كنت زمان ما بحسش بالامل، من ساعه ما بقيت معايا وانا حاسه بالامل اكتر، وانا معاك بحس ان انا جواك، جوه عينيك مغطيني. كان بيبقى حواليا ناس كتيره جدا، بس كنت بحس بالوحده، بحس ان انا في بيت ازاز، شايفه الناس وشايفيني، بس اللي انا سامعاهم ولا هم سامعيني. أول مرة أحس كلامك صراحة، كلام تستاهل عليه بوسعة. إيه إيه استنى استنى، أنت في إيه؟ أنت مجنون. آه مجنون، مجنون بيك عادي، ما فيهاش حاجة يعني، مجنون بيك. وكلامك الحلو ده هو كمان اللي مخليني مجنونة بيك. طب بمناسبة إن إحنا الاتنين مجانين، تيجي نتجنن كده ونتكلم في حاجة مضايقاني شوية ومجنناني. أنا عايزك تسيبي شغلك مع سطوحي في الكباريه وما ترجعوش تاني. يا ماجد انت مش عارف. يا ياسمينة اسمعي، الشغل ده مش انت، مش ياسمينة، مش انت، مش انت اللي تشتغلي في المكان ده. شوف رخيص يعني، حاجة عديتي منها من زمان قوي. انت مش عايز تسمعني يا ماجد، اوعى تفتكر ان انا كنت مبسوطة بشغلي في الكباريه. انا كنت زعلانة من نفسي قوي قوي يا ماجد قوي. ما تخافيش، طول ما انا معاكي ما تخافيش، بكره هيبقى احلى وحياتنا هتتغير ومش هتحتاجي حاجه من اي حد. بس اسمعي كلامي، اسمعي كلامي. اوامرك يا سيدي. جرى ايه؟ ما تنطقي يا سوس، وانت جايباني على ملا وشي عشان تسمعيني سكاتك. انطقي قولي في ايه. أنا ضعت يا سوسو، ضعت. وإيه الجديد يعني؟ يا بنت فهميني، أنا اتضحك عليا، ضحك عليا واتظلمت من آخر واحد في الدنيا، أصدق إنه يعمل معايا كده؟ يا أختي إحنا بيورد علينا أشكال وألوان، تكونيش قصدك على الولا صاحبك الكاجوال ده؟ في إيه يا بنت؟ مالك؟ أنا عمري ما شفتك كده. لهوي بس بس لأمي تسمعنا. يا وقعتك السودة، انتي ما قلتلاش؟ لؤي ولع في الورقتين وقال لي مش هعترف بالواد اللي في بطنك. وانتي ايه اللي وصلك لكده؟ ما أمنتيش نفسك ليه؟ كنت فاكراها جوازة زي أي جوازة، لكن غدر بيا، طلع ندل. وهتعملي ايه؟ ما انتي لازم تتصرفي وتنزليه. مش عارفة يا سوسو، مش عارفة أعمل ايه، ولما يعدي عليكي كام شهر وتبقى بطنك قدامك كده شبرين ثلاثة، هتمشي في الحارة ازاي؟ ولا هتقولي لأمك ايه؟ مش عارفة يا سوسو، مش عارفة. بقولك ايه؟ احنا ندور على حد يكتب عليكي ورقة وقتي، ما هي دي مصيبة لازم نخلص منها، وبعدين أمك والشغل هنقول للناس ايه؟ ما انتي لازم تفكري يعني. الله سوسو، بيتي يا سوسو، دماغك سرحت فين؟ مفيش، انا هتصرف. ايه ده؟ يلا يلا، الراجل ده امير ولا ايه؟ يا ابني امشي بقى، ما تفضحناش يا جدع. بص لحضرتك قد ايه، قد شريحنا. اهدى يا طلعه، خراب ابيض. الباشا هناك اهو. صباح الانوار يا سعاده الباشا. صباح الجمال يا باشا. اتفضل يا باشا. ازيك يا محسوبك؟ طلعت يا باشا، اللي طلعت روحه وعهد الله عشان يشتغل تحت ايدك الطاهرة دي. ايه الاخبار؟ جبنا البضاعة يا باشا والفلوس كمان. انت عارف يا باشا، الواد حشاد كان هيعمل معانا الناقصة، بس انا ما رضيتش اقلب عليه الترابيزة يا باشا، لاني ما خدتش تعليمات من سيادتك. سيبك من حشاد ده، مش هتشوفه تاني. وده هيحصل ازاي يا باشا ولا مؤاخذة؟ زي ما بقولك كده، خدوا شنطة الفلوس دي وقسموها عليكم انتوا الاثنين. الفلوس كلها يا باشا؟ ده حقكم في العملية.
بس ده كتير قوي يا باشا. لا مش كتير ولا حاجه، انا قررت كمان ازود لكم البضاعه. الله 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 عليك يا باشا يا كبير، عليا النعمه باشا وابن باشا. هتشوف يا باشا هنرفع راسك ازاي. استنى شويه طلعت، بس بص الكميه اللي احنا بناخدها على قد المنطقه اللي احنا بنشتغل فيها، عشان كده بنسلم ونستلم في نفس الميعاد. دلوقتي لو خدنا كميه زياده هتتركن وده مش كويس. انتوا هتسيبوا المنطقه اللي كنتوا بتشتغلوا فيها وانا احط اي حد من رجالتنا؟ يا باشا هنسيب المنطقه بتاعتنا؟ طب نروح فين يعني؟ بكره في واحد هيكلمك من طرفي، هيقول لك ان في بيت للبيع، هتروح وهتشتريه وهتدفع كل اللي يقول لك عليه وهتمضي معاه العقد وتنقله فيه على طول. الله، ازاي يا باشا هنسيب بيوتنا اللي اتربينا فيها؟ لو كنتوا اتربيتوا اساسا هتسيبوا كل حاجه. اوامرك يا سعاده الباشا، تحت امرك. تمام بالاذن يا باشا بقى. يلا طلع. بعد اذنك ابص. يلا ماشي يا باشا. سلام يا باشا. سلام. سوسو، ازيك يا دينا؟ لا مؤاخذه يا اختي، عايزاكي في كلمتين. اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. قولي لي الاول تحبي تشربي ايه؟ لا متشكره ولا حاجه، انا جايه عشان عندي مشكله ومفيش حد غيرك هيقدر يساعدني. طب قولي لي ايه هي المشكله، ولو بايدي حاجه مش هتاخر عنك ابدا. لؤي. ماله لؤي يا سوسو؟ مش عاوز يعترف بابنه. ابنه؟ انا حبله من لؤي. وهو قالك انه مش عايز يعترف؟ والنبي يا دينا انت يا اختي تقدري تكلميه وتلايني دماغه؟ انا كده هتفضح، مش ذنبي يعني اني حبيته. طب قولي لي عايزاني اخليه يعمل ايه بالظبط وانا هخليه يعمله؟ يجي يطلبني من امي ويكتب عليا ان شاء الله يسيبني بعدها بيوم. والنبي يا دينا يا اختي اقفي جنبي ساعديني. حاضر حاضر، اهدي انت بس، انا هكلمهولك وان شاء الله ان شاء الله هيوافق. لؤي هتفضل قاعد كده ساكت كتير؟ لؤي في ايه؟ ما جبتوا لي حاجه؟ مالك يا لؤي؟ انت قاعد ومش مركز معايا خالص. What happened؟ Nothing يا ماجي، مفيش حاجه. المهم انت اخبارك ايه؟ وحشتيني. Let me rephrase the question. مالك يا لؤلؤ؟ مفيش حاجه يا ماجي، صدقيني مفيش حاجه. اوكي اوكي لؤي. دي يا حبيبي الفلوس اللي انت طلبتها مني. ايوه ماجي، بس دول كتير قوي. لا يا حبيبي ولا كتير ولا حاجه، بس قول لي يا لؤي انا ما بقتش اشوفك في الجامعه خالص، انا حاسه انك نسيت اصلا انك طالب جامعي. بقول لك يا ماجي سيبك موضوع الجامعه دوت وخلينا نتكلم في المهم. وحشتيني يا ماجي، وحشتيني قوي. اوعى ماجي تكون مفكره ان انا جيت عشان خاطر موضوع الفلوس ده. نيفر، انا ما قلتش كده. وانا مصدقك، انا بحبك قوي يا ماجي. نفسي اصدقك. وما صدقنيش ليه يا ماجي؟ يا سلام، انت ناسي اخر مره انت قابلتيني او حتى كلمتيني في التليفون كانت امتى؟ ودلوقتي عايزني اصدقك ان انا فعلا وحشتك؟ هاو كام يا لؤي؟ انت عندك حق يا ماجي، لا بجد انا الفتره اللي فاتت دي كنت مقصر معاك فيها فعلا، عشان كده انا مش هعمل كده تاني، بجد مش هعمل كده تاني. لؤي انت ماجي، انا كل اللي اعرفه ان انا بحبك. عارف يعني ايه بحبك؟ والله العظيم بحبك. تعرف ان انا نفسي اصدقك. وما تصدقنيش ليه؟ اتفضل. الو يا دينا، عايزه ايه؟ طيب ماشي هخلص مشواري وابقى اجيلك. خلاص يا دينا سلام. دي دينا ما انت عارفاه كانت عايزه مني محاضرات وكده و مهم يعني. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انك بكاش. بكاش بس عجبك. سلامتك يا غالي، الف سلامة. الله يسلمك يا فوزي. ايه ده؟ ضغطك زي الفل. مفيش اي حاجة. سلامتك يا ابو ايهاب، الف سلامة يا حبيبي. الله يسلمك. الف سلامة. بقول لك يا دكتور. نعم. طمنا، بابا عامل ايه؟ مخبيش عليكم، الحساسية اللي على صدره دخلت في اشتباه ربه.
طب والعمل ايه دلوقتي؟ ياخد الادويه دي بانتظام لمده اسبوع وبعد كده نحدد هنعمل ايه. طب انا عندي تامين صحي تبع الشغل بتاعي كويس جدا، لو احتاجنا يعني نوديه مستشفى ولا حاجه. لا 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 لا، الكلام ده سابق اوانه، هو بس عايز فرصه يغير فيها جو، ويا ريت تودوه مكان ما يكونش فيه رطوبه زي هنا. طب انا شغلي في اسوان وعندي شقه هناك تنفع؟ جميل هايل، ده اسوان بالذات في الوقت ده ممتازه جدا، وبعدين حاله بابا هتتحسن بسرعه هناك. طب ان شاء الله. المهم الادويه دي تيجي النهارده. حاضر. وياخدها النهارده. حاضر. وبانتظام. حاضر. ماشي ان شاء الله. والف سلامه ليك. الله يسلمك يا دكتور. سلامتك. الف سلامه. سلام عليكم. اتفضل يا دكتور اتفضل. كده تخدني عليك يا ابو ايهاب. انا بس كنت بشوف غالي عندكم قد ايه. غالي بس، ده انت اغلى من الدنيا كلها. ان شاء الله يا رب ما يخدني عليك ابدا، ويجعل يومي قبل يومك يا رب. اعملوا حسابكم الصبح ان شاء الله هنسافر اسوان. بسرعه كده يا ايهاب، مفيش وقت نضيعه يا ابو ايهاب. بقول لك ايه، عايزينك زي الحصان، واديك سمعت الدكتور بنفسك. معقول يا ياسمينة؟ معقول كل التأخير ده؟ أكل عبرة. ايه؟ هاي ديب. حبيبي. ازيك؟ سلم سلم. ايه؟ حاجة كده؟ ماما دي عينيك؟ اه. معايا؟ ايه ده ايه ده؟ افتحي. معايا. طب ايه ده؟ يا ناس. عايش من غيرك. انت اسعد ايام حياتي اللي انا بشوفها النهارده، وعمري ما هعيشها بعد كده. طب يلا 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 ناكل حاجه من الاكل. يلا اتفضل يا استاذ لؤي. تسلم ايدك. فنجان القهوه ده جاي في ميعاده بالثانيه. مش حاسس بدماغي. ايه مالك؟ تعبان، ما نمتش من امبارح. يبقى اكيد زعلان وضميرك بيأنبك على اللي عملته مع سوسو امبارح. سوسو؟ انت مين اللي حكالك؟ ليه لو قعدت تعمل كده؟ اخسى عليك، دي بنت غلبانة جدا وبتحبك كمان على فكرة. غلبانة وبتحبني ماشي، لكن تقولي ان هي حامل مني او ده اللي مش ماشي. دي بتقول عايزه اتجوزها رسمي، دي نصيبه. ايه دي؟ بقول لك ايه، انا لا عايز اسمع سيرتها ولا عايز اشوف وشها اصلا. على فكره انا مش مصدقه، انت بالذات انا لا يمكن اتخيل انك تعمل كده. ايه لؤي اللي جرالك؟ في ايه؟ يا ست جرالي اللي جرالي، دماغي وعجباني كده، انا مقتنع باللي انا بقوله. انا عايزها تبقى مراتي وام عيالي. ايه؟ بقول لك ايه، هي اخرها معايا ورقه العرف وانتهى الموضوع على كده، فاهمه؟ لا مش فاهمه يا لؤي، مش فاهمه، لانك انت كده بتظلم انسانه ذنبها الوحيد في الدنيا انها صدقتك، ده يبقى جزاها؟ انت مالك محمولها قوي ليه كده؟ اكيد جات لك وعيطت لك وعملت لك الشويتين بتوعها، ما انا عارفها كويس. يا سيدي انا مش محتاجه الشويتين دول اصلا، انا مقتنعه جدا بكلامها على فكره، لاني حطيت نفسي مكانها، ما انا بنت زي زيها برضو. على فكره الموضوع اصعب من ما تتصور يا لؤي. ايوه يعني، والمطلوب مني دلوقتي؟ تتجوزها طبعا، مش محتاجه كلام يعني.
البنت مش بعيد تعمل في نفسها حاجة، وساعتها بقى ذنبها يبقى في رقبتك بجد. ذنبها يبقى في رقبتي، ذنبها يبقى في قفايا، أنا ماليش فيه. لؤي، عشان خاطري أرجوك ادي الموضوع أهمية أكتر من كده، عشان خاطري يا أخي. أرجوك أنت يا دينا ما تتكلميش معاه في الموضوع ده تاني خالص، فاهمة؟ شفت ابنك؟ صوره هو والهانم في كل الجرايد والمجلات، خلاص اتفضحنا، سيرته بقت على كل لسان. تزوجت المطربة ياسمين من رجل الأعمال والشاعر ماجد عبد العليم في حضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء. عدد قليل؟ فين الأهل والأصدقاء؟ كله هاتش في ناتش. بس صورته حلوة أوي النبي عبد العليم، بص أمور إزاي أختي كميلة. هقول لك إيه؟ هقول لك ايه بس؟ ما تخلينيش اتنرفز عليكي يا ولية. سمير، اوعي يا سمير قلبك يحن ويضعف قدامه وتخليه يجي البيت من ورايا، اوعي. لو حياتك ما يحصل ابدا ودي تيجي برضه مش ممكن. استلمي بقى التليفون اللي ما كانش بيرن خالص، مش هيبطل رن. انا يا اخويا مش هرد على حد، انا هقعد اقرا الخبر تاني. الشقة دي بقى على نصتين ومنها على الشارع الأمور. مالك يا عمنا قافل كده ليه؟ 5000 جنيه تأمين كتير على 3 سنين. يا عم أنا بديك شقة في 100 عقبة، يعني بين المهندسين والعجوزة، وأنا بديك شقة في الوراق. ده أنا ما رضيتش أقول لك 6000 جنيه. طب يلا أنت دلوقتي. طب والمؤدب؟ بعدين بعدين. أتاريني بقول إن الحارة نورت. خليك في حالك. أنا في حالي أهو، أنا بس عايز أوصل للود القديم. أنت مش قد يا طلب. جربيني. وحياة أمي ما هتندمي. وعايز إيه؟ عايز رضاك يا ست الكل. ما أنت اللي غاوي لف ودوران. ما أنت اللي قفلت الباب في وشي يا سوسو. وديني وربته. أمريني وأنا نفس. عنوان بيتنا زي ما هو. يعني إيه؟ يعني الحدق يفهم. بجد يا سوسو؟ يعني خلاص حسيتي بيا وبالنار اللي في قلبي؟ طب أوعى بس للنار تحرقني. أوعى ده إيه؟ قولي للست والدتك أنا جاي أشرب عندكم الشاي. ما عندناش شيء. طب نخليه شربات. فوتك بعافية. الله يعافيك يا سوسو. والله أحلاوة تطنبة. كده بقى يبقى خلصت كل التحريات بتاعت شقة سطوحي. وجي وقت رد القلم يا طلعت. بس المرة دي مش عايزين نشيل حاجات تقيلة، لأن أنا مش هنقدر ننزل بيها. ما تقلقوش. حل بسيط. إحنا داخلين ندور على الفلوس وعلى الدهب. يا جدعان، راجل زي ده اكيد في بيته فيه فلوس. وده برافو عليك يا طلعت. طب بصوا بقى يا جماعه هنعمل ايه. احنا هناخد على قد الشنط اللي معانا بس وننزل. حلو قوي. اصيل. وماجد قال لنا ان كل يوم خميس مراته وعياله بينزلوا بالليل يروحوا النادي، يبقى الشقه اكيد فاضيه. تمام، بس هيفضل مشكله واحده. ايه؟ سكيورتي. سكيورتك يا ابني الامن بتاع العماره. لا ما تقلقش، مأمن نفسي. بالنسبة للبواب هنخش عليه بالحنجل والمنجل، وانا برضو عرفتلكوا كل سكان العمارة اسمائهم ايه. بس احنا مش عاوزين البواب يعرف اشكالنا خالص، ده ممكن يروح يوصفها لسطوحي والبوليس وتبقى مصيبة. تليش يا دودو مزبطلك حاجات مش هيخلي بني ادم يعرفنا. الله عليك الصاب حرامي. ايه يا ابن العسل ده؟ وعهد الله لو عندي اخت اللي اجوزها لك. المهم اسمعوني كده، الدنيا بقت تمام قوي، تعشت ظبطنا كل حاجه. اعملوا حسابكم يوم الخميس الجاي الطلعه. عايزين مين؟ احنا غاز طبيعي. حضرتك في شكوى من العماره يعني ان في ريحه كده غريبه، مش كده يا جعفر؟ ريحه عامله ازاي؟ ايوه سيادتك، في ريحه معفنه انتوا بتشموها بقالكم يومين. فاحنا جايين نخلصكم من الريحه دي. تمام. ايوه يعني شبه دي كده حضرتك. شمي شمي كده. شمي. ايوه شمي في ريحه دي. اكيد في ريحه دي. شمي كده. شمي بقى. شمي بقى. شمي. اصل برافو عليك يا ده، برافو عليك. زي ما قلت لك بالظبط. امال ايه؟ ده اللي لابد له تحت العماره بقالي يومين. بالراحه بالراحه، عايزاكم تنجزوا بسرعه. ها وخلوا بالكم البواب شافنا. ها هو يعني ما يشوفنا هيجيب اوصفنا منين؟ يلا يا جدعان احنا نسامر طلعت تحت مستنيين لوحده. يلا يلا.
طب يلا بقول لكم يا جماعه خفافي خفافي. ماشي ماشي يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ قلت يعني البواب عمل ايه وانت داخله؟ ما تقلقش ما تقلقش، انا قلت له ان انا جايه من الصيدليه وهدي حقنه وكده، ما تشغلش بالك. يلا بس جدع ايه؟ لقيتوا حاجة؟ كله قلش يا ابني كله قلش. مش مهم مش مهم، خليها كلها في شنطتين دول، فلوس وذهب واوعى. قشطة يلا بينا بقى بسرعة. يلا 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 نعمل الجهاد. ماشي يا صاحبي الكلب، عشان تعرف كيف تضرب راجل صعيدي بالقلم يا عرة الرجالة. استني يا بسرعة. يلا بينا. بتقول يا سعد الشقة اتسرقت؟ الباب اتكسر ولا الشقة اتسرقت؟ أنا جاي أنا جاي. سعد تقف قدام الباب وما تدخلش حد. أنت فين يا هانم؟ اطلع على الشقة حالا، الشقة اتسرقت. أيوة اتسرقت. طب ده برضه ليه يا باشا؟ ده لا يا باشا. ركز معايا يا ابني الله يخليك وما تسرحش، ولو لقيت واحد فيهم قول لي. شوف ده ده ممكن يا باشا. انت متاكد؟ انا مش متاكد يا باشا، بس الكذب خيب. استغفر الله العظيم، يعني العيال دي مش مسجلين. طب اتكل على الله انت، ولو عوزتك هندهلك. تحت امرك يا باشا، اتفضل. استنوا بقى لما عد الفلوس الاول. الفلوس دي عديناها قبل كده، انا عديتها بنفسي ولا ايه؟ مخوناني؟ عيب عليك يا طلبه، ما تقولش كده. طبعا مخوناني يا جدعان. بطلوا هزار بقى يا جدعان. بقول لك يا زينة قلبي. اي حياتي يا روح قلبي يا عمري. يا ايه يا بنت؟ الله بتتكلم جد يا جدع انت، وانجز في الكلام. هنختار البيت الجديد في انهي منطقه؟ انا نفسي اسكن في حته تكون ما بين الزمالك وجاردن سيتي. امبابة يعني؟ امبابة ايه يا جدعان؟ هو احنا نطلع من حاره نروح على الصين الشعبيه؟ اسمعوا يا جماعه، احنا لازم نسكن في حته جديده لنج محدش يعرفنا فيها خالص، حته بقى نعرف نبيع ونشتري فيها من غير ما حد يقول لنا تلت التلاته كام. طب ايه رايك بقى ناخد في الهرم؟ في الهرم يبقى جنبنا السيد اللواء فلان والسيد المستشار علان. يا جدعان هنروح كلنا في ابو نكله من اول يوم. طب سيبوها عليا انا بقى. طلبه انا عايزه حته يا اخويا اتشرف بيها قصاد البنات صحابي، اوعى توديني في حته مقطوعه. بقول لك يا زينه، انا مش عايزه تجيبي سيره البنات صحابي دي على لسانك تاني. وبعدين يا طلعت هو ده وقت الكلام ده؟ اسمعوا بقى اخر كلام عندي، احنا بكره الصبح ناخد نفسنا بربطه المعلم ونطلع على 6 اكتوبر نلف وندور براحتنا ونختار المكان اللي على مزاجنا. من دلوقتي بقى يا طلبة انا عايزه شقتي تكون 5 اوض وتلات حمامات وصاله بحري وصاله قبلي. الله 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 الله، الحق يا معلم، دي عايزه ملعب كوره وتقفله شقه. انت عارف انا لو منك ادي لها كارت احمر. ايه رايك يا ست الناس؟ بذمتك مش اتبسطتي؟ والله فعلا اول مره احس براحه من ساعه امي ما توفت. العيال بيتهم دول اللي هم اللي يستحقوا الفلوس، ده هم اتظلموا، اتظلموا زي ما احنا اتظلمنا. باذن الله باذن الله اي فلوس هتجيلنا هنودي جزء منها لليتامى دول. بس بقول لك ايه يا خالد، هو مش حرام يعني ان احنا نديهم فلوس؟ حرام حرام، واللي انت فيه ده مش حرام، واللي انا ابويا اتكتب في عز فرحته مش حرام. ده قدرنا يا خالد، قدر مش بايدينا. والمفروض ان احنا نخلي العيال دول ما يتعرضوش للظلم اللي احنا تعرضنا له. بقول لك ايه، انت ما زرتوش امك في القبر من يوم ما ماتت؟ لا مش عاوزه اروح اسكندريه الا لما اكمل التخطيط اللي في دماغي عشان اشفي غليلي. فكرت ايه؟ بعدين هتعرف.